العراق بلد يأمل أن تربط علاقات طيبة مع كل جيرانه سواء أشقاء أو غير أشقاء، وبالتالي لا نرغب أن نكون محور للصراعات أو تصفية الحسابات بين أطراف. نتحدث بالنقطة 4، يدين القصف التركي الذي استهدف عدة مناطق في جمهورية العراق. جزاكم الله كل خير، واقفين ويانا ومسانديننا، وإحنا نرفض أي تعدي على العراق. شنو الربط وكذلك التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن العراقي؟ نجي النوبي يدين بشدة الممارسات العبثية لحجب المياه العراقية. احنا نحكي عن قصف، نجي على المياه، تدخلات. نجي بالنقطة 5، يؤكد دعم الكامل للعراق في مواجهة كافة التدخلات الإقليمية في شؤون الداخلية، وخاصة التدخلات الإيرانية السافرة. إذا عددنا لازم نعدد كل التدخلات. عندنا دول أخرى تتدخل بالشأن العراقي، ليش نذكر وحدة ونترك 4 أخرى تتدخل؟ لو نذكر كل الدول نعددها، لو نشيل التعداد نقول يؤكد دعم الكامل للعراق في مواجهة كافة التدخلات الإقليمية سواء من دول قريبة أو دول بعيدة. النقطة 4 أيضا يعاد، يعني أتمنى تعاد صياغتها، لأنه ربطت بين القصف التركي طبعا، ونشكر البرلمان العربي اللي كان الأول والسباق في إدانة القصف التركي، والبيان اللي صدر من عنده سيادة الرئيس حقيقة كان يعني لاقى قبول واستحسان ويعني إشادة من بالداخل العراقي. فأتمنى تعاد النظر حتى لا يفهم منها إنها تدخل في الشأن العراقي وتحامل على جهة وغض النظر عن جهة أخرى.